كيف تعالج المجتمعات العربية الاضطرابات النفسية عند المراهقين؟ هذا موضوع حلقة اليوم من نقطة حوار بعد قليل. أهلا بكم في نقطة حوار، معكم فيه اليوم ياسمين أبو خضرة. نصف اضطرابات الصحة النفسية عند المراهقين تبدأ إجمالا في مرحلة البلوغ والمراهقة، ولكن معظم الحالات تمر دون أن يكشف عنها، تقول منظمة الصحة العالمية. ولكن ما وراء فشل بعض الأهل في التعامل مع ما يعاني منه المراهقون؟ وهل كل مشكلة لدى المراهقين هي بالضرورة اضطراب نفسي؟ نبحث في هذه الحلقة مفاتيح التواصل مع المراهقين، ونسأل عن أهمية مرافقة الأهل لهم واحتوائهم خلال هذه المرحلة، ذلك أن كثيرا منهم ما زالوا يترددون في طلب المساعدة حتى عند مواجهة أطفالهم مشكلات نفسية، ربما أيضا لأنهم لا يعرفون ممن يطلبونها. كيف نعرف ما الذي يفكر به المراهقون؟ وهل هذا سيساعدنا على التعامل مع أزماتهم النفسية؟ سبل التواصل كالمعتاد هاتفيا على الرقم 0044-203-875-2989، وعبر صفحاتنا المختلفة على bbcarabic.com أو عبر صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وأيضا هناك جوجل بلس. المشاركات كثيرة ووصلتنا عبر طرق مختلفة، سواء وسائل التواصل، وأيضا بعد قليل ستكون هناك مشاركات عبر زوم، وقد يكون عبر الهاتف أيضا. فلنذهب إلى ما جاءنا من مشاركات، منها ما جاء على صفحتينا على تويتر وأيضا على فيسبوك. هنا مثلا غرد هشام نصير قائلا: يجب توعية الوالدين بمخاطر فترة المراهقة وكيفية التعامل معها بمتابعة جيدة للأبناء. تعليق آخر من بكيل، تقول بكيل: الآباء لا يكترثون لمعاناة المراهقين، وغالبا ما ينحرف معظمهم في هذه الفترة بالدول العربية. هذه طبعا عينة فقط من الآراء التي رصدناها، ونحن سنرصد بعض الآراء الأخرى بعد قليل، ومنها أيضا ما جاء عبر زوم. بعض المشاركات التي هي معنا الآن ستكون جاهزة لدي: أحمد شحاتة من مصر، عدي المغازي رئيس جمعية أو المغاري رئيس جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي ولدى المراهقين في غزة، نور وليد مستشارة تربوية وباحثة في تطوير المراهقين أو التعامل مع المراهقين ومشاعرهم والاضطرابات، إيمان العوينة الدكتور ذات شلبي، الكثير من المختصين وممن لديهم تجارب أيضا، شيماء العجمي ولديها طفلان في عمر المراهقة. أبدأ معك أحمد، أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك أحمد، أولا أنت أحمد في عمر المراهقة، كما فهمت مررت بتجربة أو بعض التجارب القاسية وأدت أو انتهت إلى مشكلات نفسية، هل لك أن تحدثنا عن تجربتك في عمر المراهقة؟ أنت الآن في 25 من العمر. بالظبط، أنا عايز أقول إن المشاكل دي هي مكملة معانا، وأظن مكملة عند ناس كتير لحد دلوقتي. الفكرة إن الجيل بتاعنا هو جيل دايما تحت ضغط سوشيال ميديا والحاجات اللي احنا بنشوفها عليه، قصص النجاح بتخلينا دايما بنقارن نفسنا بشكل لا ارادي، وطبعا درجات المقارنه دي بتختلف من شخص للتاني، بنقارن نفسنا بشكل ارادي بغيرنا، فنبدا نشوف عيوب فينا احنا ما كناش شايفينها. فالحاجات دي مع بعض المشاكل الاخرى اللي ليها علاقه باثبات النفس، اللي ليها علاقه بالبيت، اللي ليها علاقه بشغلك، انت عايز تشتغل ايه، اللي ليها علاقه بالدراسه، كل الحاجات دي لو انت شخص حساس شويه او سنسيتيف، الحاجات دي كلها ممكن تاثر عليك وتعمل لك منتال بريك داون، وده اللي حصل لي. وده اللي انا وصلت له. بس انا عايز اتكلم على ان الدعم اللي لقيته من اهلي كان كبير جدا. انا بقالي سنه كده بالظبط اتشخصت ان انا عندي ديبريشن باي بولر ديسوردر. اهلي هم اكتر الناس او القطب. اضطراب ثنائي القطب بالظبط، ده اهلي دعموني فيه جدا، هم متفهمين. طيب. ماما احمد ماما لحظه بتدعمني فيه. اوكي الله يخلي لك اهلك. هنرجع على ماما، بس قبل ما نوصل للمرحله بتاعت الباي بولر او ثنائي القطب، احكي لي عن الفتره اللي سبقت، لانه انت كمان قلت في مشاكل على السوشيال ميديا وغيرها،
ما هي طبيعة هذه المشاكل؟ لأنه الحديث حاليا عن المراهقين وما يواجهونه من اضطرابات كثيرة، منها ما هو كان ما كما في حالتك على السوشيال ميديا أو وسائل التواصل. حدثني عن، أعطيني أمثلة، ما الذي حصل معك ووضعك تحت ضغوط؟ إن أنا وأنا في سن صغير السوشيال ميديا بتضغطني عامة. أنا في سن صغير بشوف ناس لو على بنت هقارن وأقول لو على بنت هقارن وأقول البنت ممكن لو في سن مراهقة تمسك موبايلها تلاقي بنت أحلى منها، أجمل منها، وشها أصافي أكتر منها، مع إن البنت دي ممكن تكون مستخدمة فلترز، وده مش وشها الحقيقي، ده مش شكلها. بس أنا بتكلم عن نفسي، إن أنا على السوشيال ميديا ألاقي حد نجح في حياته أكتر، حد بيخرج، حد بيسافر، حد بيعمل، بيجي لي حاجة اسمها fearing of missing out which is FOMO، حتة إن الناس عايشة حياة كواليتي أحسن من حياتك، رغم إن أنت حياتك ممكن تبقى راضي بيها جدا لو أنت قافل السوشيال ميديا ومش بتشوف اللي حواليك بيحصل فيه إيه. فدي من الضغوط اللي موجودة على السوشيال ميديا واللي أظن موجودة عندنا لحد دلوقتي. حتى لو أنا كونتنت كريتور على السوشيال ميديا، فانا برضو بحس بده لما بشوف ستوريز ثانيه. انا كمان هذا قد يعرضك الى ضغوط اكبر. طيب سريعا اريدك ان تحدثني عن دعم الاهل، لان هذه هي المشكله الكبرى التي تحدث عنها تقرير مؤخرا لمنظمه الصحه العالميه فيما يتعلق بالمراهقين والشباب ايضا. انا من زمان وانا هموت واخد خطوه ان انا اروح اتعالج نفسيا، بس مين اللي كان معترض؟ اللي انا كنت بحكي لك عنها من شويه، ماما. فبابا كان داعمني جدا ومشجع جدا، فانا جبت ماما تقعد مع الدكتور اللي انا بروح عنده عشان تفهم منه وتبطل تقعد تقول لي حاجات هي من خوفها عليا، هي خايفه عليا، شايفاني ان انا صغير قوي على ان انا اروح لدكتور نفسي، وده انا متفهمه. هي مش وهذا كان في اي عمر؟ يعني بدات تذهب في اي عمر؟ وكما فهمت في البدايه كان دون علم الوالده. كان دون علم الوالد، بدات اروح في الاول دون علم الوالد، ممكن يكون مثلا وانا عندي 19 سنه. بس كنت بروح متقطع جدا، ما كنتش ملتزم. بس انا مؤخرا من سن 24 سنه بدات اروح واواجه اهلي واقول لهم انا فعلا محتاج ده، ومحتاجكم تبقوا معايا، محتاج اعمل ده مش من وراكم، محتاجكم تبقوا انتوا موجودين معايا وتدعموني. طيب ده وبالفعل بيدعموني دايما بكل حاجه. في البدايه كان رفض وبعدين في البدايه كان رفض، بعد كده تقبل. وانا دلوقتي على السوشيال ميديا عندي بحكي في الفيديوز ان انا بروح لدكتور نفسي، فده ساعدني اكتر اتقبل نفسي واتقبل الحاله اللي فيها، وكل صحابي دلوقتي عارفين ومتقبلين ده، لان المرض النفسي مش وصمه ولا عيب ولا حاجه نخبيها، هو زي الصداع او البرد. اكيد. احمد خليك معي، ساعود لك لافهم منك بعد قليل عن سبب تغيير وجهه نظر الوالدين في فكرة الذهاب إلى أخصائي أو استشاري أو حتى طبيب نفسي. تنضم إلي عبر الأقمار الصناعية من عمان الدكتورة هديل الروح، وهي استشارية نفسية. أهلا بك معنا دكتورة. دكتورة، استمعتي إلى أحمد. أحمد كان يتحدث يعني عن تجربة خاصة به. أولا دعينا نمر سريعا على مفهوم المراهقة وطبيعة التغييرات التي تحدث به في هذه الفترة العمرية تحديدا، وكيف يمكن أن يؤثر هذا نفسيا أو يجعلهم لربما عرضة أكبر، لا أعلم. أخبرينا. أهلا بك. أهلا بك. بداية زي ما بنعرف إحنا مرحلة المراهقة هي في مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب، هي المرحلة اللي بالمنتصف. وبما إننا بنحكي عن دائما الأمور اللي بتكون في المنتصف بتكون ضبابية نوعا ما لإلنا أو للأشخاص حوالينا. ليه بنحكي عن هاي الفترة؟ إنها فترة حرجة وبتحتاج متابعة من الأهل وبتحتاج دعم، لأنه هاي المرحلة فعليا المراهق بمر فيها بتغييرات جسمية، نفسية، عاطفية، انفعالية، اجتماعية، عدة تغييرات بتنقله من يعني خلينا نحكي تجربة الطفولة لتجربة الشباب. فهاي المرحلة بتحدث فيها التغييرات على عدة أبعاد. ولكن وين المشكلة اللي بتصير، أو وين شو اللي بيخلي المراهق يشعر بهاي الأزمة؟ هو فعليا أنه هو مش فاهم شو اللي عم بيصير معه. هو بيشعر بارتباك في أنه أشياء تغيرت، فهمه لذاته تغير، فهو بطل الطفل يلي كان يفهم الأمور بشكل مادي بحت. هلأ الأشياء صارت عم تأخذ أبعاد أخرى وأبعاد خلينا نحكي كأنه ننتقل في تفكيرنا لأعمق وأعمق. هذا العمق نتيجة مثلا أنه ممكن نحكي أنه المراهق بهاي المرحلة ما بيكون على دراية بهذا الشيء، فهذا الشيء بيرجع له يشعر بالخوف، التوتر، يعني مشاعره بتصير على أبعاد عميقة يعني. طيب دكتورة هديل، هل هذا يجعل المراهق عرضة أكثر دون غيره للمشكلات النفسية، للضغوط، لتقرير مؤخرا
صدر عن منظمة الصحة العالمية يقول مشكلات القلق، الاكتئاب، حديث عن إيذاء النفس، الانتحار في بعض الأحيان. صحيح، التقرير الإشارة إلى هذه الاضطرابات اللي بيعاني منها المراهق في الفترة الحالية هي تزداد فترة المراهقة، زي ما حكينا بالنقطة الأولى أنه فعليا عدم فهم المرحلة اللي إحنا بنمر فيها بشعرنا بتوتر أعمق، وبالتالي هذا التوتر بيكون داخلي. هلأ لأنه الأهل خلينا نحكي مش واعيين باللي بيصير بهاي المرحلة، فالمراهق يشعر أنه وحده، فبيخوض كل هاي التجارب من اكتئاب، من قلق، من حتى تجربة الانتحار كلياتها لوحده، فبالتالي هو تفكيره بهاي المرحلة ممكن يكون في مجازفة أعلى لأنه ما عنده قدرة على تقدير الخطورة بشكل زي الراشد مثلا. هديل، تحدثتي عن نقطة مهمة جدا وهي نقطة عدم الفهم ما بين الطرفين، يعني المراهق في مرحلة عدم فهم ومحاولة لاكتشاف ذاته، في المقابل هناك الأهل الذين يمرون أيضا بمرحلة من عدم اليقين بأي طريقة هي الأفضل للتعامل مع هذه المرحلة المليئة بالتغييرات مع المراهق. ومن هنا يكون مهم جدا الحديث مع شيماء العجمي وهي مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقلت ولديك حسب ما أعلم ولدين أو طفلين في عمر المراهقة وهناك الكثير من المشكلات، تحديدا نقطة عدم الفهم. قولينا أول إشي المشكلة ومن ثم سنذهب إلى نقطة عدم الفهم. تفضل. المشكلة الأولانية اللي قابلتني طبعاً إن أنا لما جيت على أمريكا اختلاف الأسلوب والتعامل مع الولاد. يعني المجتمع كان جديد بالنسبة ليهم، بدأوا أول شيء أساساً كان يعني شافوه هنا كان موضوع الهوت لاين، أي حد يعمل لك حاجة أو أي حد، الخط الساخن اللي هو أي حاجة تحصل اتصل بناين وان وان. في يوم كان ابني لسه كان صغير وكان لسه يعني أول مرة يروح المدرسة، صغير يعني أي عمر؟ كان عنده 5 سنين. كان عنده 5 سنين، فلقيته بيقول لي انا بزعق له، بقول له انا قلت لك ما تعملش كذا، يعني عمل حاجه، فرد عليا قال لي انت بتزعقي لي، انا هتصل ب 911. انا وقفت، يعني ده كان اول موقف مثلا يحصل، استغربته جدا وقلت له مين قال لك الكلام ده، فقال لي في المدرسه قالوا لنا اي حد يعمل لك حاجه لازم نتصل ب 911. هل المشاكل ازدادت مع الكبر؟ يعني هم الان في مرحله المراهقه، هل المشاكل اصبحت اكبر؟ المشاكل الاكبر اللي هي لما مثلا مره ابني بيقول لي، قال لي انا بكرهك، يا ريتك ما كنت امي، ويمكن انا عملت فيديو بالموضوع دوت برضو بهت منه. لما قعدت اتناقش معاه اتضح ان انا نصايحي ليه مسببه له ازمه. انا كل نصيحه انا بديها له هو بيحولها انها اوامر مثلاً. فهو رافض. يعني حتى ده ابسط الاشياء، يعني بيقول لي مثلا انا عايز انزل مع صاحبي، فقلت له لا ما ينفعش تنزل دلوقتي، فانت على طول انا اصحابي بيروحوا مثلا عايز ينزل مع صاحبه يروح اي مكان كافي شوب او كده، فانا قلت له لا ما ينفعش حاليا، انت لسه في السن اللي ما يسمحلكش بده. فهو قعد يعني اشمعنى مثلا ستيفن بابا بيوديه، اشمعنى فلان بابا بيوديه، انت دايما بتقولي لي لا. قلت له احنا مش معترضين، انا اي مكان محتاجه اوكي، لازم حتى بالقانون يكون في اكمباني. طيب استاذه شيماء، هل تشعرين انك قد يكون لديك مشكلة، أنت فعلا قد تكونين المشكلة في التعامل مع ولديك مثلا، وربما هذا يجعل الهوة أو الفجوة فيما بينك وبين الوالد والطفلين أكبر؟ هقول لحضرتك، أنا في الأول قعدت مع نفسي بعد ما ابني قال لي الكلمة دي، قعدت مع نفسي أراجع كل حاجة أنا بعملها، ايه الصح وايه الغلط، يعني بدات اشتغل انا على نفسي شخصيا، ان انا لما اتناقش معاه اعرف هو ايه مشكلته، ايه اللي هو يعني ايه اللي كان المفروض انا ما اعملهوش في المرحله دي، لان المرحله الانتقاليه اللي هي مرحله دخول مرحله المراهقه هو اساسا عنده اضطراب نفسي، عنده هرمونات مختلفه، عنده شعور ان هو يعني عايز يحس برجولته، فكل الحاجات دي كان ليها يعني بالنسبه لي هو نفسيا اعتبارات. لما بدات اتناقش معاه فبدات افتح حوار، انا دايما بقول ان الصداقه شيء اساسي بين الام والاب والاولاد، ويمكن دوت الدعامه الاساسيه، فهم الام والاب للامور ده عليه عامل اساسي وهو نجاح قصه المراهقه كلها. هل يتحدث معك الان وهو منفتح ام انه منغلق فيما يتعلق بمشكلاته بحياته الشخصيه فيما يدور بالمدرسه؟ بنتكلم في كل حاجه حاليا، بتكلم معاه في كل حاجه، لاني انا اديته الثقه ان هو بعض الاحيان مثلا ممكن يجي يحكي لي مشكله،
فيقول لي انا هحكي لك على حاجه مثلا وما تقوليش عليها لبابا، او مش عايزه حد يعرفها. اقول له اوكي، ممكن تبقى حاجه بسيطه بس انا بحترم رايه في الموضوع ده، وخلاص الموقف بيكون بيني وبينه في اللحظه دي. ساعات اقول له على فكره ممكن تاخد راي بابا، ممكن يديك فكره احسن لان هو راجل وفي نفس المرحله السنيه بتاعتك فتقدر ده. طيب استاذه شيماء بدا يتقبله. اذا كانت فتره فيها عصيبه ومن ثم يعني اصبحتي اكثر انفتاحا وهو ما اسهم في الحل. اذهب الى السيده ذات شلبي، وهي ايضا يعني دكتوره تحاليل، ولكن اصبحت الان من المهتمين بالتربيه الايجابيه بعد التجربه مع احد الاقارب في العائله. استاذه ذات، يعني استمعتي الى تجربه شيماء، الى تجربه احمد، كيف كانت التجربه معك انت، وما الذي دفعك الى تعلم او قراءه والبحث في التربيه الايجابيه؟ هل ساعد فعلا؟ تاكيد. السلام عليكم. هو انا بدايه بدات ادخل للمجال ده زي ما حضرتك ذكرتي، لما كان عندنا مشكله ان انا لقيت ان احنا ما بنقدرش نتعامل مع السلوكيات بتاعه مرحله المراهقه، وحاسه ان في جاب، احنا مش قادرين نتواصل بشكل سليم، وفي نفس الوقت كل ما ده المراهق بيبعد اكتر وبتزداد المشاكل سوءا، وده اللي خلاني اتجه لدراسه علم النفس التربوي بشكل اكاد. طيب اولا ما هي السلوكيات التي كنت لا تستطيعين التعامل معها؟ بصي هذكر لحضرتك من خلال تجربتي ومن خلال الاستشارات اللي انا بواجهها، هي دي مش كلها انا لقيتها في شخص الاقارب اللي موجودين في المحيط بتاعي، بس زي مثلا انه اول ما بيدخل المراهق في مرحله المراهقه بالذات الذكور، هو بيبقى عايز يحس ان هو مستقل تماما في مظهره، اللبس اللي هو بيلبسه، طريقه الكلام بتاعته ما اعلقلوش عليها، اختيار اصدقائه، اختياره للقرارات بتاعته اللي تخصه، كل المظهر بتاعه، كل دي امور كانت الدراسه بتاعته بيبقى في تاخر في التحصيل الاكاديمي بتاعه. طبعا بقى كمان في استشارات بتجيل انه مثلا يبقى في علاقات مع الجنس الاخر، او انه مثلا الام تلاقي ابنها بدأ بيدخن، أو حتى كمان بنتها، أو بتتكلم معاها أسلوبها في الحوار إحنا بناخده على إنه ده إساءة أدب من المراهق. لكن هذه كلها يعني ليست بالضرورة مشكلات فيها أزمات نفسية، ما الذي يقود إلى فكرة الأزمة النفسية هنا؟ يعني الكثير من المراهقين يشعرون بحاجة إلى الاستقلالية، التعبير عن الرأي، يشعرون أنهم في مرحلة يعني بالغين الآن، ف ما سبب الأزمة النفسية؟ هل المشكلة في التعامل وفي طريقة إعطاء النصح والإرشاد؟ الأزمة النفسية بتيجي عند المراهق أول حاجة لأن هو بيصاب بالارتباك والحيرة، هو كان امبارح بيتعامل على إنه طفل، والنهاردة بنطلب منه إنه اتعامل أنت خلاص كبرت، التصرفات دي تصرفات أطفال. فهو بيحس نفسه أنا كمان الأهل عندهم غلط كبير بيعملوه، إنه ما بيديلوش الصلاحيات اللي تأهله إن هو يتجاوز مرحلة المراهقة دي. فالارتباك ما بين إنه هو أنا طفل ولا أنا شخص بالغ، في حين إنه هو لا يملك الخبرة الانفعالية اللي تأهله إنه يتعامل زي الشاب، ولا الخبرة الأكاديمية، ولا عنده المؤهل. طيب. مثلا إنه هو يخليه، ولا عند المؤهل اللي يخليه انه يعني يمر هذه المرحله، ولا المؤهل ولا القدره الماليه. الفكره استاذه النقطه الثانيه انه الاهل ما عندهمش وعي بطبيعه التغيرات الدماغيه اللي بتحصل عنده، والنضج اللي بيحصل عنده على المستوى الانفعالي، المستوى العقلي، النضج الفكري بتاعه. فانا بطلب منه انه هو توقعاتي منه بتبقى عاليه، في حين انه هو ما بيقدرش يوصل للتوقعات دي. جميل جدا. فبيحس بالعجز. نقطة التوقعات نقطة مهمة، وطريقة تعامل الأهل نقطة مهمة جدا. سأخذ هذه النقاط التي ذكرت من حضراتكم إلى الدكتورة هديل. دكتورة هديل، مشكلة التوقعات، هل هذا في حد ذاته قد يخلق مشكلة؟ يعني هل يمكن الأهل يكونوا سبب المشكلة بسبب توقعاتهم الكبيرة من الأطفال أو المراهقين؟ صحيح.
هلا جزء كبير من المشكله فعليا في دفع المراهق للنمو سريعا في هاي المرحله. هلا اللي بيصير في عند المراهق انه هو يعني خلينا نحكي اثارت الدكتوره قضيتين يعتبروا من اهم القضايا اللي على الاهل يكون عندهم وعي فيها بهاي المرحله، اللي هي ازمه تشكيل الهويه والشعور بالاغتراب. بهاي المرحله هذا المراهق هو مش عارف شو بده لسه، هو يقلد زي ما حكى احمد، انا مثلا بتابع السوشيال ميديا بصير بدي اشوف شو الناس عم تعمل، شو اللي بخليها ترتاح، شو اللي بخليها تكون مبسوطه، وبصير يجرب. هو الى الان ما بيعرف شو بده، وبنفس المرحله هو يشعر بانه ياخذ هاي التجربه لوحده، فهو لانه مو عارف وين انا رايح بصير دفع هلا من الاهل للانجاز للتقدم لانه يكون شاب صالح لانه ما يغلط، وهو فعلا ولكن لماذا نقول لوحده جميع هاي الابعاد، لماذا نقول لوحده؟ ولماذا ايضا احدى المشاركات عبر زوم تحدثت عن فكره ان الاطفال عند سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في البداية كانت هناك مرحلة من الانغلاق، لا يتحدثون، إلا أن بدأت هي وتغير من أسلوبها في التعامل معهم. من أين يأتي هذا الانغلاق؟ وهل هذا بالضرورة يعبر عن وجود مشكلة نفسية؟ هلا في البدايه ممكن ما يكون مشكله نفسيه، هو طبيعه مروره بهاي المرحله عم بشكل له مثلا خوف في انه يواجه هذه الافكار مع الاخرين او انه يشاركها مع الوالدين او حتى مع الاصدقاء. هو فعليا غير مدرك لجميع افكاره او لابعاد هاي الافكار، فبشعر خلينا نحكي انه بهاي المرحله بزيد التفكير المجرد فبتزداد عمق المشاعر، فبزيد بصير عنده الشعور بالوحده اكبر، فهو بيشعر بانه وحيد لانه هو صار عميق، يعني صار عنده تفكير في ابعاد كل شيء عم بمر فيه، فبشعر انه هو لوحده لانه بخاف اذا انا حكيت شو ممكن يصير، شو ممكن يكون راي اهلي بهاي التجربه، طب هل هاي التجربه هي مهمه لإلي او غير مهمه لإلي. هذا الشيء الطفل او في مرحله المراهقه هو غير مدرك لجميع هاي الابعاد، فبشعر انه انا كاني لحالي، فبصير كانه منغلق على نفسه، خاصه اذا ما كان الاهل عندهم قدره على استيعاب هاي المرحله او ما عندهم خلينا نحكي الوعي بانه انا شو مطلوب مني بهاي المرحله. فهون بصير الطفل منغلق اكثر لانه بشعر كل ما هذا اللي بصير عندنا زي ما حكيت الست قالت انه مثلا بيصير عندنا صراع ما بين انه هو يحكي شو بده وشو بده يعمل وشو بده يسوي وما بين احنا شو بدنا. الصراعات هون بتصير بين الصراع المثاليه عند المراهق بانه هو شايف انه اصحابه بيقدروا يعملوا وشايف انه شو بيصير وشايف انه العالم بتطور. في هذه المرحله اول حل ممكن نوجهه لاطفالنا هو الاستماع والفهم بماذا يمروا ونساعدهم هم على فهم شو طبيعه هاي التجربه. وهذا يتطلب يعني ثقه كبيره جدا من الاطفال في الأهالي، وقراءة من الأهل طبعا، لأن الأهالي يحتاجون إلى يعني إثبات أنهم محل ثقة، وهذه أزمة كبيرة في حد ذاتها. أعتقد هناك أيضا مشكلة أخرى ذكرت وهي كانت من قبل شيماء المصرية التي تعيش الآن في أمريكا وهي معنا الآن، وهي فكرة أن الحديث أو العبء أحيانا يكون في معظم الوقت على الأم، يعني ولدها جاء وقال لها ماما أنت راح أحكي لك إشي بس ما تحكي لبابا، في لماذا الأم هي التي تحمل العبء الأكبر وأين الأب من هذا؟ هلا الاصل انه خلينا نحكي المسؤوليه موزعه بين الطرفين، ولكن شعور الطفل بالامان بكون مصدره الام بشكل اكبر، فبالتالي يشعر بالامان اكثر كل ما عبر للام، وخلينا نحكي انه الام اكثر تعاطفا واكثر اظهار للتعاطف مع اطفالها من الاب، وغير فكره انه ممكن يكون يعني هل هذا شيء علمي ام انه شيء في مجتمعاتنا العربيه مثلا؟ علمي لا، هو فعليا هاي خلينا نحكي التجربه ممكن تنطبق بناء على تجارب الاطفال مع والديهم. هلا علميا فعليا الام هي مصدر الامان الاول للطفل، ولكن اذا كان في هناك مقدم رعايه بيقدر يقدم هذا الدعم بشكل افضل فيصبح هو مصدر الامان، ولكن علميا هي الام المصدر الاول للامان للطفل. ولكن خلينا نحكي صوره الوالد اللي بنرسمها احنا اثناء الطريق، يعني هون في نقطه مهمه، تعاملنا مع اطفالنا في مرحله المراهقه هو تراكمي، يعني احنا ما بنيجي فتره المراهقه بدنا نصلح ونظبط كل شيء بهاي اللحظه، لانه هو تراكمي بناء على خبرته معنا اثناء الطفوله. فبمرحله المراهقه كيف انا كنت عم بقدم اثناء الطفوله يعني هو كسب
يتفاعل معي بناء على تجربته معي منذ نعومة أظافر الطفل أو الطفلة صحيح. في المنزل. شكرا جزيلا لك دكتورة هديل الروح المستشارة والأخصائية النفسية، كنت معنا من عمان. أتحول إلى المزيد من المشاركات والتي أعتقد سيكون لها أهمية كبيرة في إلقاء المزيد من الضوء على المشكلات المراهقين والمشكلات الصحة النفسية بشكل عام التي يعني متشعبة وكبيرة. تعليق من جواد أبو علاء. جواد يقول: على الآباء التعامل مع أبنائهم المراهقين بهدوء وبدون عصبية. العصبية موضوع مهم، ومراقبة الأطفال في البيت والمدرسة والشارع حاجة كبيرة طبعا في تعامل الأهل. الأهل في حاجة كبيرة إلى الضبط النفسي التعامل مع أطفالهم، لأنه هذا جزء من الثقة وكسب الثقة كما استمعنا في حديثي مع الدكتورة منذ قليل. أسامة أحمد يقول: الصبر ثم الصبر وبعد الصبر والتفهم ومحاولة مصاحبة الأبناء. أغلب هذا الجيل متمرد. أسامة يعني يبدو أنه عمم شوي. أحمد أبو ضيف يقول: المراهق بحاجة إلى تفهم وتوجيه برفق ومراقبة ذكية ومصاحبة كما لو كان أفضل صديق. طبعا هذه في هذه الحالة سيكون الأمر مثالي. تعليق آخر من ذهبت التعليقات. على أي حال، تعليق آخر من علي الزناتي يؤكد على دور الأسرة في دعم المراهقين. يقول: ينبغي على الآباء التعامل بحذر مع الأزمات التي يمر بها المراهقون ومراقبة تصرفاتهم للتخفيف عنهم. أما محمد يقول: على الآباء تخفيف ضغوط المراهقين النفسية بملء الفراغ الذي يعيشونه الذي يعيشونه وتكليف الأطفال ببعض المهام وتكليفهم ببعض المهام. طبعا أعتقد أن سؤال مهم انطلاقا من ما قاله محمد، أنه الأهالي في كثير من الأحيان يمرون أيضا بأزمات نفسية، وهذه النقطة التي سأتناقش بها مع ضيوفي بعد قليل. تعليق آخر من عباس يقول: المشاكل يحددها المجتمع من سلوكيات وأوضاع دينية ونوعية التعليم وتوافر فرص عمل والأمن. هناك تعليق آخر لعبد الله مساعد يقول: الوضع الاقتصادي للدول العربية جعل هم الآباء تأمين لقمة العيش، وهذا ما جعل المراهقين من دون رعاية. صحيح، الأزمات الاقتصادية والوضع هو من إحدى الأسباب التي تؤثر على الأزمات النفسية كما ذكر في تقرير مؤخرا لمنظمة الصحة العالمية. أتحول مرة أخرى إلى ضيوفي عبر زوم والمشاركين معنا عبر زوم. من النقاط المهمة التي ذكرت التعامل بروية وصبر مع الأهل، أتحول إلى الأستاذ نور وليد أو الأستاذة نور وليد، وهي مستشارة تربوية وباحثة أيضا، وهذا هو مجال اختصاصها. أهلا بك معنا سيدة نور. حدثينا أولا عن طبيعة الحالات التي تأتيك وكيف وما أبرز هذه الحالات. خليت المنصة عندي تكون منصة للمراهقين يرسلوني دغري يقولوا لي شو عندهم مشاكل، زي ما حكى أحمد بداية الحديث إنه هو شاف وفات، فهذا الجيل هو الأكثر استخداما للإنترنت وصار استخدامه بطريقة ذكية، يعني صار يعرف يقارن ويعرف يشكي إذا كان عنده مشكلة. المراهقين من عمر 13 سنة بلشوا يكتبوا لي لعمر 20 فينا نحكي. في حالات كتير منهم ممكن يكون في اكتئاب، في منهم عندهم التأتأة، في عندهم تحرش، صابهم تحرش وكان عندهم العار انه يعبروا عن هاي المشكلة واهليهم يودوهم على ناس مختصين. في عندهم حالات تشطيب ايدان، وبيجوا المراهقين بيبعتوا لي صورهم بكل جراءة فجأة بيبعتوا إيهم التشطيب والدم من سبب أغلبها مشاكل أسرية. هل هم يلجؤون إليك بشكل فردي أم بإعاذ أو بدعم من الأهل؟ لا فردي، لأنه أغلب مشاكلهم من الأهل، يعني هم بيكون عندهم أساسي هاي المشاكل بتوصل. طيب اشرحي لنا أكثر، ما هي هذه المقولة تحديدا أغلب المشاكل من الأهل؟ لأنه الأهل هم من يجب أن يساعدوا هؤلاء المراهقين على المرور من هذه المرحلة بسلام نفسي دون أو التخفيف من أي نوع من الأزمات والضغوط. ما الذي تقصدينه بالضبط انطلاقا مما وردك من مشكلات؟ طيب المراهق هو بس تيجي مرحلة المراهق ونلاقي المشاكل، ساعتها هون هي الرسالة إنه شو
كيف كنا بنربي اولادنا بطفولتهم، لانه لو كانت التربيه صحيحه ما كنا لقينا هاي المشاكل. يعني في خلل ممكن يكون الخلل، ممكن يكون في تفكك اسري، ممكن طلاق، في وفاه، في تقصير، وممكن في اهل مع الاسف بنشغلوا بالحياه لالتزامات لانه يخلصوا حقوق الطفل، فكروا انه هم مثلا بيشتغلوا كثير ويجيبوا فلوس ويحطوهم احسن مدارس احسن تعليم، فهو هيك عم بربي. هذا غلط، هاي مش تربيه، هاي حقوق. ففكروا الاهل انه انا، فهم فقدوا الوقت اللي يقعدوا مع اولادهم ويتناقشوا معهم، يعطوهم الحب والامان. طيب وما هاي الذي وحده من تفعلينه في هذه الحالات؟ يعني الاستشارات عن بعد منها ما تحدثتي عنه من ايذاء نفسي، وهي يعني في بعض الاحيان يصل الامر الى الانتحار، والانتحار هو رابع سبب في وفيات المراهقين بحسب تقرير منظمه الامم عفوا منظمه الصحه العالميه الاخير. ما الذي تقومين به للتخفيف مما يمرون به؟ يوم يجي المراهق بشطب ايديه ولا بده ينتحر، معناتها ما وصل لحل جذري او حل على الاقل نقاش او امان او حب بينه وبين اهله، فبحس الوضع حتى ببيته مش شعر بامان، يعني مستعد ينتحر زي ما بقولوا افلت معاه. طبعا هون برجع ناقش معه اول شيء ليفهم شو يعني لازم يفهم اول شيء شو الاسباب اللي يعني دفعته للانتحار، فبنفهم اول شيء طبيعه الاهل والمشاكل والقصص، لانه اذا في مشاكل ببيته فهي كمان بتعكس بالمجتمع، فالإنسان اللي عنده طفل أو المراهق عنده مشاكل بالبيت فهتعكس بدراسته، نصح ما وإرشاد عنده يعني. طبعا فهو شكرا. بيكون يعني حال لأنه خلص هو مبسوط بقى أهله وما عم بيعرف يدرس وما عم بيكون صداقات، فخلص زي إنه كتير عنده قصص متراكمة. تمام. فهون وقت إحنا إنه لازم يعرف إنه في مشاكل بالبيت لازم يختصرها، لازم يشوف حدا طيب سيدة نور، هي الفكرة أنه في محاولة تقريب وجهات النظر بين الطفل وبين الأهل، لكن إذا كانت المشكلة في كثير من الأحيان هي الأهل، فبالتالي أعتقد أنه من الصعب حل هذه المشكلة، لأن الأهل لن يذهبوا يعني لن يذهبوا إلى مكان آخر، وهم يعني معهم إلى الأبد وسيظلون على ارتباط بهم. أتحول بهذه النقطة عبر سكايب من دبي معي الأستاذة سارة النابلسي، وهي الأخصائية والمعالجة النفسية. أهلا بك معنا سيدة سارة. سيدة نور كانت معي منذ قليل تتحدث عن المشكلات التي تحدث أونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى هذا مشكلات أخرى من الأهل. دعيني أبدأ بالمشكلات التي تبدأ على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دراسات عديدة حصلت في هذا الأمر، أنه أي ضغطة زر لايك أو غيره يرتفع الدوبامين أو الهرمون، وبالتالي الشخص بيكون أكثر سعادة وهناك حالة من الإدمان. العكس صحيح، في حال عدم تلقي التفاعل المطلوب الطفل يشعر بحالة من الإحباط، بلا قيمة، عدم ثقة بالنفس المراهق في هذه الحالة. طبعا اشرحي لنا الضغوط المضاعفة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن الأهل أن يساعدوا دون أن يصبحوا عبء؟ ايه طبعا كثير اللي عم نحكي فيه اليوم شيء كثير مهم، واي ثينك حكينا نقط اساسيه حلوه كثير. هلا بالنسبه للسوشيال ميديا، هي عن جد كثير بتاثر بالتينيجر برين او بدماغ المراهق اكثر بكثير من الانسان الناضج، لانه مثل الشجره اللي بتبقى بعدها عم تنمى، الفيزيولوجيا تبع البرين تبع المراهق بعده عم ينمى، حتى يعني بكثير اجزاء منه. يعني مثلا عندك البري فرونتال كورتكس اللي هو هذا الجزء من الدماغ، ما بينمى لحديد عمر ال 25، وهذا تقريبا حوالين 25 بينما كومبليتلي. هذا الجزء من الدماغ هو اللي بيساعد الانسان انه هو يعمل ايموشن ريجوليشن او يهدي مشاعره، يقدر يتحكم بتصرفاته، يقدر يفكر بتصرفاته قبل ما يعملها، يقدر يفهم الامور بمنطرة الاخرين، يقدر يعرف ذاته. اي ثينك هاي النقطه بعد نحن ما حكينا فيها اليوم، وهي نقطه كثير مهمه، انه يعرف ذاته من خلال ذاته. كيف السوشيال ميديا بتأثر بهالشيء؟ لما الإنسان بهالعمر بعد هو منه ممكن من نفسه، ويمكن عنده ضغوطات من خلال مجتمعه أو أهله، الأهل بيتعاملوا كتير بغضب، بيقولوا له name calling، أنت ما بتحمل مسؤولية، أنت بتكذب، أنت كذا. هيدا الأسلوب كتير خاطئ، لأنه هني عم يحكموا على الشخص بدل ما يحكموا على التصرف.
فنحن لو شو ما كان اللي عم بيصير ما لازم نحكم على الشخصية، لازم نحكم على التصرف لحتى نسمح محل للتحسن. طيب فلما هالشخص بعده اسمحي لي. ما عنده هيدا النضوج، السوشيال ميديا كتير بتأثر عليه، بتترك انطباع كتير كبير. وطبعا فيزيولوجيا الشانلز اللي بتسبب ادكشن هي بتكون بعدها كتير رقيقه وبتتاثر بطريقه اكبر. طيب اسمحي لي هنا فقط، يعني كنت قرات شيئا يقول انه سابقا، هل هذا صحيح ام لا، انه سابقا مرحله المراهقه بالنسبه للاجيال السابقه جيلي مثلا النماذج، لانه الشخص يكون في مرحله identity confusion، حالة من عدم تحديد هو مين وماذا يريد في الحياة. طيب النماذج حينها التي من المفترض أنه يأخذ منها ويسقط منها ما يريد وبالتالي يحدد شخصيته، نماذج قليلة نوعا ما بالمقارنة مع ما يراه الطفل والمراهق الآن. ما حجم تأثير هذا على الطفل وازدياد حجم الاضطراب الذي يمر به حتى يصل إلى مرحلة تحديد الشخصية التي يريد أن يكون عليها؟ تماما، اذا فهمت على سؤالك مزبوط، تحديد الشخصيه اكشلي هو شيء طبيعي جدا انه يصير بهاي المرحله، ومن الطبيعي جدا انه المراهق يجرب شخصيات مختلفه ويجرب انه طرق انه يكون فيها، هل هو بحب يكون علمي اكثر، هل هو بحب عنده ميل للفلسفه اكثر، لكل هالامور. فهذا العمر اللي هو يختار فيها هالامور، هل هو حيكون انسان حنون او هو حيكون انسان عقلاني اكثر، كل هالاشياء هو لازم يجربها. النماذج اليوم عنا اياها على السوشيال ميديا اللي هي عم توصل للنجاح حسب ما منشوفها عم بتكون كتير سيئة، لأنه عم بتكون ضئيلة بالمبادئ واليمكن الأمور اللي هي نحنا كالتشرال منعتبرها مهمة، وعم بتكون طبعا طاغية عليها الماتيرياليزم والكونسيومرزم. فهو هذا الشيء يس، فنحن لازم هذا الشيء نحاربه من خلال أن نحن نخلي دائما علاقتنا مع المراهق بكل طفولته وبالمراهقة علاقة مش صداقة، هن مش نفس المستوى معنا. هيدا خطأ كتير كبير الأهل بيعملوه لما بيرفعوا مقام الولد والمراهق، لأنه على أساس هو تماما لازم يتبع لهايركي معينه، بهاي الهايركي بيعرف مكانه، هيدا الشيء بيعطيه ثبات وبيساعده انه هو يتخطى حتى الانكزايتيز، لانه بيعرف انه في اشخاص ممكن يلجا له. تمام، ابقي معي ساعود اليك بكل تاكيد. سادخل مشاركه اخرى معي عدي المغاري، رئيس جمعيه الوداد للتاهيل المجتمعي لدعم المراهقين في غزه. اهلا بك معنا استاذ عدي، هل لك ان تحدثني عن طبيعه الازمات النفسيه التي يواجهها المراهقون في غزه، خاصه انه غزه مكان مغلق يمر بحروب، حدثني عن طبيعه المشكلات النفسيه هناك وكيف تختلف عن مشكلات المراهقين في أماكن أخرى من العالم؟ أهلا ياسمين، يعطيك العافية. طبعا الجميع بيعرف أن قطاع غزة هو يعني منطقة جغرافية تقع تحت الحصار الإسرائيلي منذ 15 عام. المراهقين اللي بنقدر نحكي عنهم الآن بعمر ال 15 هم من ولدوا في بداية سنوات الحصار عام 2006 و2007 و2008 تحت إغلاق كبير، قطع للتيار الكهربائي، أزمات مستمرة، أزمات تعليمية، اقتصادية، صحية، اجتماعية، تنموية. المراهقين بشكل عام احنا بنعرف انه تحدث عندهم تغيرات وتطورات في حياتهم الاجتماعية والعاطفية وبحث عن علاقات. هذه التطورات في حياتهم صارت وحدثت تحت هذا الإغلاق عليهم وهذه المراحل الصعبة اللي مرها قطاع غزة من الحروب 2008 2012 2014 2018 2021، أثر بشكل عام على التغيرات الاجتماعية والعاطفية والتغيرات في العلاقات لديهم. كنا بنعرف أنه المراهق ببلش يبحث عن هويته الخاصة، شو هي احتياجاته وشو هي متطلباته الاستقلالية. هذا يجعلني أفهم أنه المشكلات مضاعفة، يعني تحديدا هناك لدى المراهقين. ما انعكاس هذه المشكلات على المراهقين في غزة؟ بحكي لي عن الحالات التي تساعدها. الحالات اللي نتعامل معها في
من فئة المراهقين. طبعا حنحكي بشكل سريع جدا، جميع الفئات لديهم خصوصية عالية في قطاع غزة في التعامل معهم بشكل إنساني وفي مجال العمل الحق الإنساني وبشكل نفسي. المراهقين في قطاع غزة يكونوا عارفين وفاهمين أين حقوقهم وشو واجباتهم تجاه المجتمع، وشايفين الأجيال الأكبر منهم رايحة تجاه البطالة، تجاه عدم انعدام الأمان الوظيفي الغذائي الصحي، فهذا بيأثر عليهم نفسيا وإحباط من المستقبل وحزن على الماضي اللي عاشوه مثلا في 2008 و2012. هذا بيعمل لديهم قلق كبير، بيجعلهم عدوانيين أكثر. في بعض الحالات يعني تعاملنا معها الفترة الأخيرة اللي كانت تحت ظروف صحية وطبية، مثلا أمراض الذي لديهم أمراض مثل مرض السرطان، مروا بظروف صعبة جدا، كانوا أهل غير قادرين على إخفاء الحقيقة عليهم أنه لديهم هذا المرض، انعكس هذا بشكل واضح وجلي عليهم كنوع من القلق، قلة في النوم، خوف من المستقبل، انسداد في الشهية، بكاء مستمر، عصبية، إحباط الأهل. إذن المشكلة الأبرز حسب ما أفهم هي اضطرابات القلق أكثر مشكلة أكيد. وأكبر مشكلة لدى المراهقين في غزة. أكيد أكيد هذا من أكبر المشاكل، زي ما حكيت خوف من المستقبل بيأثر بيؤدي ل أوكي. هل الأهل يتدخلون أو هل أنتم تجلبون الأهل مثلا بحيث أنه يكونوا أو يلعبوا دور أكبر في مساعدة هؤلاء المراهقين؟ وفي هذه الحالة ما هو نوع التدخل؟ طبعا الطبيعة الديموغرافية لقطاع غزة والاجتماعي في قطاع غزة هي نوع من الخصوصية، كل بيت ما بيحاول يظهر شو عند أولادهم أو أطفالهم أو المراهقين لديهم من مشاكل نفسية، نقوم بعمل مسح ميداني وجلسات إرشاد جمعي للكير جيفرز اللي هم الأهالي والوصول لهذه الحالات ونتعامل وبنصل يعني نستخدم دليل كباك للدعم النفسي وكرة الثلج اللي هو نصل لحالة واحدة وبيصير المراهقين يحكي زميلي في المدرسة برضو عنده مشكلة نفسية فبتبدأ أن كرة الثلج تكبر شيئا فشيئا وبنقدر نصل لأكبر عدد من المراهقين. وأكثر شيء بنعمل اللي هو بنسميها جلسات الدعم الأسري أو جلسات الإرشاد الجماعي للأسرة، وبعدها بصير تدخل بشكل فردي مع الطفل إذا وافقت الأسرة طبعا. طيب سيد عدي، يعني طبعا أريد أن أنوه هنا لكل مشاهدينا، هناك تحديدا بودكاست يتناول كل هذه الموضوعات الخاصة بالمراهقين وحديث مباشر مع المراهقين حول أزماتهم النفسية من إيذاء النفس، الاكتئاب، القلق وغيره من الموضوعات، من تقديم زميلتي كريمة كواح وإعداد ميس باقي. يمكنكم الاستماع إلى البودكاست عبر منصات البودكاست المختلفة منها أب وسبوتيفاي. أعود إلى ضيفتي من جديد الأستاذة سارة النابلسي. سيدة سارة، تحدث الأستاذ عدي تحديدا عن نقطة فكرة إدخال الأهل في حل بعض المشكلات، ولكن في مجتمع كغزة مثلا حيث أنه الأهل أصلا يعيشون في حالة من القلق، هم لا يعرفون شكل المستقبل، بالتأكيد الحالة الاقتصادية صعبة، الكهرباء وغيرها الكثير من المشكلات، كيف يمكن أن يضبط الأهل السلوك، سلوكهم هم أولا، ومن ثم ضبط السلوك في التعامل مع الأطفال دون العصبية والتي هي يعني أساس لكثير من المشكلات وغيرها من الأهل؟ نعم طبعا الظروف اللي بيقطعوا فيها أطفالنا بغزة بنعرفها كلنا أنه هي كتير صعبة، وأنا رح أحكي من منطلق كمان شخصي لأنه أنا ربيت بالحرب فلح أقلك العوامل اللي هي العوامل البسيكولوجية اللي هي فينا تساعدنا أنه نتغلب حتى على هيدي الظروف اللي هي مأساوية هن ثلاثة. عامل منهم فيزيولوجي بحت وهو له علاقة بتطوير البري فرونتال كورتكس ولح فوت فيها بالتفاصيل. لا البري فرونتال كورتكس هو هذا الجزء من الدماغ. نعم فهذا عامل الفيزيولوجي. العامل الثاني هو الكونكشن مع الأشخاص الآخرين، فهي قدرة التواصل بشكل حقيقي وعميق مع الآخرين. ولح أحكي كمان على عامل الروحاني اللي هو التوكل. جميل جدا، ثلاثة عوامل خلينا يعني بقدر الإمكان نوجزهم.
نعم، هول ثلاث عوامل. اول شيء البري فرونتال كورتكس لما نحن بننميه، وطرق التنميه هيدا الشيء عديده، منها بعض التقنيات التامل اللي هي مثبته علميا، هي عمليات التوصل الى تجاوز الفكر السطحي، والتجاوز الى الفكر العميق الباطني من خلاله الوصول الى الوعي الصافي. هيدي العملية لما الإنسان بيمارسها تقنيات بيمارسها يوميا مرتين بالنهار، بتخلي عنده قوة أعصاب وقدرة تفكير وتركيز هائلة، ولما هيدا وبتنمي هيدا الجزء من الدماغ، وهيدي مثبتة علميا وموجودة بالأبحاث العلمية، الـ MRI scans وغيره وغيره من الأدوات بتفرجينا أنه هالجزء بينمى. لما هالجزء بينمى بيتحكم هو الليمبيك سيستم اللي هو الجزء من الدماغ اللي هو بيتملك العاطفة وله علاقة بالستريس ريسبونس، فإذا الانكزايتي. فلما تنمي هالجزء من الدماغ صار عندك القدرة بأعصابك وبفكرك تتحكمي حتى بالانكزايتي تبعيتك. للأهل أم للأهل والأطفال؟ للأهل وللأطفال، وحتى في مراكز على فكرة بفلسطين بيعلموا هاي التقنية، وطبعاً في تقنيات غيرها كتير، بس هيدي أنا التقنية بفضلها أكتر شيء لأنه هي علمية. فيما يتعلق بالنقطتين الأخريين من فضلك. نعم، بالنسبة للكونكشن، العامل الترابط العميق والحقيقي مع الآخرين بيعطي أمان، فهو بنسميه secure attachment. وهيدا الشيء بيحصل من أنه نحن نكرس وقت لو شو ما كانت الظروف للتعاطي مع الآخر بين الأفراد العائلة. يقال ساعة يومية مع الأطفال صحيح؟ أو المراهقين يعني، والأطفال بشكل عام مش بالضبط. صحيح، يعني طبعا نحن ما فينا يكون كل التواصل يكون بهالعمق، لانه هذا الكونكشن معناته انه انت والشخص الثاني توصلوا على نفس الموجه العاطفيه والفكريه. طيب. فهيدا بيشيل كل الوحده اللي هو المراهق بيمرق وبيعاني فيها، لانه هو بحس انه في شخص ثاني عم بح. فهيدا بالعلاج النفسي اكثر شيء بفيد الاشخاص. النقطه الثالثه والاخيره بايجاز جدا. النقطه الثالثه هي العامل الروحي. نحن من الصغر نقوي عامل الإيمان بالشخص لحتى يعرف أنه هو بيقدر يعمل اللي عليه والباقي بيسلمه لربنا العالمين. هذا الشيء بيخليه هو عنده القدرة أنه يسلم أموره. الفكرة ووضحت الثلاث نقاط. أذهب إلى مرة أخرى إلى زوم، ومعي إيمان العوينة وهي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي. أهلا بك سيدة إيمان معنا. سيدة إيمان، حدثيني عن أبرز الحالات التي تأتيك، وهل من مثلا حالة مع المراهقين تتذكرينها جيدا تركت فيك أثرا؟ شكرا لكم على الاستضافة. ونحن كجمعية مدنية نهتم ب يعني فئات عديدة من المجتمع، لا سيما نشتغل على قضايا الأسرة والمرأة. وعندما نتكلم عن الأسرة نتكلم عن جميع مكوناتها، ولا سيما الأطفال والمراهقين والشباب. وأبرز حالة يعني من المراهقين طبعا أتحدث. نعم، من المراهقين، هي فتاة يعني تعرضت للاغتصاب وغادرت يعني بيت الأسرة، و يعني سقطت في براثين الإدمان والمخدرات وكل هذه الانحراف السلوكي، وبعد ذلك فأصبحت تفكر في الانتحار. فأتت وهي يعني في أصبحت من فتيات الشوارع كما يقال، وأصبحت تفكر في وضع حد لحياتها، وهذه تعتبر أصعب حالة. وهل تخطيت هي هذه المرحلة أم لا؟ نعم، تخطت هذه المرحلة بفعل المرافقة والتتبع التي يعني تلقته من طرف الاستشارية النفسية التابعة للجمعية، ورافقتها يعني حتى استطاعت أن تخرج من هذه الحالة وأن تتخلص أيضا من الإدمان على المخدرات، وأن تكتسب ثقة بالنفس، تسترجع ثقتها بنفسها وتستطيع أن تواجه الحياة من جديد كإنسانة جديدة. طيب سيدة إيمان،
هل لك أن تعطينا ولو نصيحة سريعة يعني للفتيات اللواتي تعرضن لهكذا حالة شبيهة أو لأي نوع من أنواع تحرش أونلاين أو غيره، ومن ثم تطور الأمر إلى اضطراب في السلوك كما تحدثت، كيف يمكن للأهل من جهة وللمراهقين أنفسهم الذين يسمعوننا أن يحاولوا استعادة أو الإبقاء على النفس قوية بقدر الإمكان طبعا بعد هذا الظرف يعني صعب جدا؟ والله المشكله ديال المراهقين عندنا في العالم العربي هي مشكله مركبه، هي مشكله عندها البعد الاسري من جهه، عندها البعد التعليمي والمنظومه التعليميه واللي كيتلقاوها يعني المدارس والمناهج وكل هذه الضغوطات، ثم عندهم المشكله ديال العالم الرقمي والتحديات العالم الرقمي والعولمه والكونيه وكل هذه يعني المداخل والمتاحات الجديده التي دخلت الى حياتهم بدون ان يكون لديهم مدركات مسبقه، وحتى الاهل ما عندهمش واحد الدرايه بكيفية يعني الأداء التربوي للأطفال ديالهم. والمدارس على ذكر المدارس، هل لديهم المدارس لديهم ذلك أم لا؟ حتى عندنا نقص على مستوى المنظومة التربوية والتعليمية، وعلى مستوى الأسر والوعي ديال الأسر، وعندنا وأيضا حتى العوامل الاقتصادية اللي كتعيشها مختلف الدول العربية كتخلي على أن الآباء منشغلين أكثر بتحصيل القوت اليومي، سيدة وبالتالي إيمان. حتى البناء يغفلون البناء السلوكي والمعرفي. شكرا. والتتبع النفسي للأطفال. طبعا هموم الحياة كثيرة ولكن الأطفال نعم. أولوية لدى الجميع. شكرا لكل ضيوفي عبر زوم وكذلك لضيفتي عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك السيدة سارة النابلسي الأخصائية والاستشارية النفسية، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لكم جميعا. أنوه بودكاست مراهقتي إن أردتم الاستماع إلى مشكلات وأزمات المراهقين النفسية مباشرة بصوت هؤلاء مع زميلتي كريمة كواح من إعداد ميس باقي. أتابع ولكن إذاعيا. إلى اللقاء.